ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. الشيخ صابر موجود؟ موجود. اقول له مين؟ يا اهلا اهلا اهلا، ايه المفاجاه الحلوه دي؟ اتمنى تكون حلوه. تليفونك معلق. معلش يلا بينا. استنى بس، رحله فين؟ الراجل نازل مصر، اوصله. خش التذاكر، خش التذاكر. يلا اتفضل. احنا ما اتفقناش تجري البيت. ابويا لو شافك دلوقتي اقول لي انت مين. قول له صاحبي وحبيبي وعايز لي الخير. اكدب يعني؟ مقبوله منك. انت ما بتردش على تليفونك، اعمل انا ايه عشان اوصل لك؟ الدنيا ما طرتش. هتطير لو ما لحقناش نطلع اخوات حته الذهب القمر اللي انت لقيتها، وناخد 10 اخضر متاستكين. ايه 10 اخضر متاستكين دول؟ زي ما فهمت ان الحته تعمل لها حوالي 150 الف جنيه ويمكن اكتر. شوف العز بقى اللي جاي هيبقى شكله ايه. طب انا ما مش معايا غير دي دلوقتي. وماله؟ هيبقى معاك انت. معرفش. خد بالك ان جابر المحامي عايز يشوفك. انت بتفكر كتير قوي ليه؟ واعمل ايه بجابر المحامي؟ مش خدمه قصاد خدمه؟ الاتنين مش قد بعض. جابر اتعبه حراقه، وانا اترجيته عشان يأجل فلوسك. ماشي، أنا إن شاء الله هتصرف في فلوس جابر. أنا مش عارف أنت ليه مش واثق في أخوك سمير، وأنا اللي كنت جاي وفرحان إن أنا جايب لك خبر حلو. أنا مستنيك إنك تجيلي، وهتجيلي. بيت سمير أبو المجد مفتوح 24 ساعة زي الصيدليات. لما اتعب ابقى اجيلك. لازم تروح لجابر المحامي ضروري، وعايز يشوفك.